اشمعنى الصين؟ انا بص هقول لك، ما اعتقدش ان حد يعرف بالظبط اشمعنى، غير الحاجات اللي معروفه عننا ان هم بيخشوا من هم صغيرين في حاجه مقفوله خالص، بيلعبوا دايفنج حياتهم كلها هي عن الغطس. بس هو حتى زي ما انت شفت يعني هم بيخشوا الميه عندهم بيختفوا في الميه، احنا بنقول كده فعلا عندنا، هم بيختفوا في الميه، يعني هم بيلعبوا غطس واحنا بنلعب غطس تاني خالص، او الدول كلها بتلعب غطس تاني خالص. بيعملوا ايه؟ محدش عارف بالظبط. في ناس كتيره قوي راحت معسكرات الصين، مصر طلعت زمان معسكر الصين، طبعا للاسف كنت صغير جدا وما حضرتوش اصلا ولا عرفت اروحه. هم حتى لما بتروح عندهم معسكر مش بيطلعوا لك او مش بيفهموك كل حاجه بالظبط من عندهم، فهم مخليين الحاجات دي محدش يعرفها، عشان كده هم فارقين على العالم كله في حاجات محدش عارف يوصل لها بصراحه. احنا للاسف ما عرفناش نتمرن خالص، كل التمارين كانت مقفوله، ممكن بقى تعمل بقى اي تمرينه في البيت او اي حاجه، بس كانت صعبه. انا بشكر كل اللعيبه، مش عشان انا بس لعيب، بس اي لعيب اولمبي او حتى والله غير اولمبي وكان بيتمرن في بيته وعرف ان هو يواظب او يصحى الصبح وهو قاعد في البيت ويعمل اي ورك اوت مهما كان وقته، ان شاء الله ربع ساعه، دي حاجه بصراحه كويسه، حاجه انا للاسف ما قدرتش اعملها قوي، يعني كنت بتمرن بس مش قوي. هي طبعا محبطه لان احنا يعني انا بلعب بطوله جمهوريه زي اي حد وتقريبا بكسبها برضه، بطلع الاول وبسافر بطوله، بسافر بطولات عالم، كل حاجه زي بقيه الالعاب، بس تقريبا محدش يعرف عننا حاجه. فللاسف هي بتعمل علينا بريشر، ان انا انت عارف انت كل الناس بتقعد تتابع ايفنت بيحصل كل 4 سنين، العالم كله بيتفرج عليك، مصر كلها بتتابعك، فده بريشر كبير قوي بصراحه، كبير جدا، ان انت متاكد ان الناس هتقعد تتفرج عليك، وحتى لو ما اتفرجوش الناس مستنيه منك حاجه، ومش تبقى كل الناس عارفه خلفيه او الابعاد كلها، لان احنا ازاي وصلنا او ازاي عملنا، فبتبقى عليك بريشر انت محتاج تعمل حاجه، عشان الناس كلها زي ما مستنيه من بقيه الالعاب، انت ما فيش اي حاجه مختلفه عنك خالص بالنسبه لهم او من وجهه نظرهم، فده بيعمل ضغط عليك طبعا كبير كمان بصراحه. انا متاكد ان تقريبا بعد النتيجه ان شاء الله هيجي دعم للغطس اكتر من الاول، فاتمنى ان تبقى في معسكرات طبعا، وطبعا بطولات اكتر، احنا بصراحه بنسافر بطولات كتير، فاتمنى ان احنا نعرف نسافر معسكرات بره مصر، وده هيوفر لنا المعسكرات دي، هنعرف الدول التانيه بتتمرن ازاي وايه الحاجات اللي احنا محتاجينها اكتر، واهم حاجه طبعا بتتمرن ازاي، تمرينهم ماشي ازاي، هم مثلا بيصحوا الصبح طبعا كلنا مثلا بنفطر او نعمل حاجه، بس بعد كل ده هم بيعملوا ايه بالظبط في التمرين؟ ايه اللي بيخليهم افضل مننا في الحته دي؟ فده هيبان طبعا ان انا اشوف تمرينهم اكتر ماشي ازاي، مش البطوله.